إيران بدأت بالإعداد بشكل خطير لمهاجمة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا، وكذلك أيضا إسرائيل في الفترة القادمة. وطبعا هذه كلها قد كشفت بتفاصيل مثيرة للغاية قادمة من عضو في الاستخبارات لإحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، بوثيقة كشفها لإحدى أهم الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهي مجلة نيوزويك الأمريكية التي ترونها بهذا الشكل. وهو كان قد تحدث عن فرقة خاصة بإيران، بفيلق القدس الإيراني تحديدا، هي مرتبطة بشكل مباشر بفيلق القدس الإيراني، وهي التي تعتبر طبعا أقوى قوة وأكثر القوى نفوذا على مستوى النفوذ الإيراني في الداخل السوري، وهي فرقة الإمام الحسين التي كشفت عنها الكثير من التفاصيل من خلال ما نشر في النيوزويك بكل تأكيد لأول مرة. وطبعا هذه الفرقة أسسها الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني في عام 2016، قوة مهمة للغاية على أعلى المستويات، ولديها أساسا الآلاف من المقاتلين بحسب هذه التفاصيل التي نشرت من العديد من الدول، على سبيل المثال من لبنان، من أفغانستان، باكستان، اليمن، السودان وغيرها من الدول الموجودة طبعا في الشرق الأوسط. وهي لعبت دورا رئيسيا في حماية النظام السوري، نظام بشار الأسد، من معارضيه من الثوار السوريين وحتى من تنظيم داعش الإرهابي. ويتم تدريب هذه القوات بشكل مباشر من فيلق القدس الإيراني ومن حزب الله اللبناني، وهنالك ارتباط مهم لحزب الله اللبناني بهذه القوة، إلى درجة أن المعلومات التي كشفت على النيوزويك الأمريكية أكدت بأن فرقة الإمام الحسين هي تعتبر حزب الله الثاني، ولكن طبعا على المستوى السوري. أيضا التفاصيل التي كشفت أكدت بأن هذه الفرقة مهمة للغاية، إلى درجة أنها تعتبر المظلة لكل العمليات العسكرية والاستخبارية الإيرانية في الداخل السوري، وبأن هذه الفرقة تحديدا هي تربط بشكل مباشر بين فيلق القدس الإيراني والجيش السوري، وتحديدا الفرقة الرابعة السورية المعروفة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري طبعا بشار الأسد، وهي طبعا الأكثر نفوذا كما تحدثنا. وبالتالي بالنسبة لفيلق القدس، والفكرة هنا من هذه الفرقة أن تحقق أكبر نفوذ موجود في الجيش السوري، وفي نفس الوقت تعزز قوة الجيش السوري في مواجهة أي طرف ممكن أن يهدد النظام السوري الذي يقوده طبعا الرئيس السوري بشار الأسد. وأيضا بأن هذه الفرقة أساسا هي منتشرة بالقرب من دمشق بحسب هذه التفاصيل، إلى جنوب سوريا، إلى جنوب غرب سوريا، وأيضا على الحدود مع إسرائيل. ويتم إرسال الأسلحة لهذه الفرقة بشكل خاص عن طريق طبعا الشحنات الجوية التي دائما نراها بين فترة وأخرى، التي تأتي من إيران عبر الأجواء العراقية مباشرة إلى دمشق، وأيضا في نفس الوقت يرسلون الأسلحة لها عبر البحر المتوسط بهذا الشكل. وأيضا بحسب التفاصيل التي نشرت من قبل النيوزويك الأمريكية، بأن أيضا الأسلحة ترسل عبر الأراضي العراقية، عبر الحدود العراقية مباشرة إلى الداخل السوري، وبالتالي تتسلم هذه القوات هذه الأسلحة. وسبق لهذه القوات بحسب هذه التفاصيل الاستخبارية التي نشرت أكدت بأنها كانت قد هاجمت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف على المثلث الحدودي طبعا بين العراق والأردن وسوريا، وقاعدة التنف طبعا استهدفت بطائرات مسيرة في أكتوبر من عام 2021، وهذه الفرقة هي التي كانت جزءا كبيرا من هذا الهجوم. أيضا في عام 2019 قامت بعدد من الهجمات أيضا على إسرائيل، ما ذكر هو 3 هجمات في عام 2019، آخر هذه الهجمات في ذلك العام كانت أيضا تمت بطائرة مسيرة، وتمكن الجيش الإسرائيلي من إسقاطها، واتهم آنذاك إيران وأذرعها في سوريا بأنها هي من قامت بهذا الهجوم. الآن هذه الفرقة بحسب هذه المعلومات هي كانت مسؤولة عن كل هذه الهجمات، والآن التفاصيل الجديدة والحديث بأن هذه القوات تجهز، وهذه الفرقة تجهز لهجوم على القوات وهجمات على القوات الأمريكية الموجودة طبعا في سوريا، وأيضا ضد إسرائيل بشكل مباشر، وهذا ما ذكر في النيوزويك الأمريكية، أنهم يستعدون ويجمعون القدرات ليكونوا قادرين على أحداث تهديد للقوات الأمريكية في سوريا وإسرائيل. وهذه التفاصيل أساسا نشرت بعد يوم واحد فقط من تفاصيل انفردت بها وكالة عين الفرات السورية بهذا الشكل، والتي تحدثت بأن هنالك تحشيدات إيرانية
في غرب نهر الفرات باتجاه شرق نهر الفرات واتجاه القواعد الأمريكية وتحديدا قاعدة حقل العمر النفطي. هنا الميادين التي ترونها وهنا منطقة بوغروس التي تعتبر جزءا من الكلام الذي سنتحدث عنه اليوم بكل تأكيد. التفاصيل التي طبعا ذكرتها وكالة عين الفرات أكدت بأن هنالك 8 منصات صاروخية نشرت في طبعا منطقة بوغروس أو بالقرب من منطقة بوغروس في ضواحيها موجهة إلى شرق نهر الفرات، حيث تتواجد طبعا القوات الأمريكية طبعا هنا بالقرب. عندما تلاحظ هذه قاعدة حقل العمر النفطي هنا وقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا في نفس الوقت التفاصيل أكدت بأن هنالك نشرا للنقاط الحراسة الخاصة بالفصائل المسلحة والحرس الثوري الإيراني، طبعا الفصائل المسلحة المقربة من إيران والحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة التي تعتبر مقابل منطقة مهمة ألا وهي منطقة إشحيل هنا بهذا الاتجاه. وهنا طبعا كما نرى أيضا الميادين، وأن هنالك أوامرا بحسب التفاصيل التي نشرت من نفس الوكالة أكدت بأن الأوامر تأتي تتحدث بأن يجب أن يكون هنالك هيمنة للفصائل المسلحة الإيرانية وكذلك الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة، وبالتالي تحشيدات عالية للغاية تأتي باتجاه القوات الأمريكية. بل إن كانت هنالك لقطات لنفس الوكالة لهذه المنصات الصاروخية الثمانية التي نصبت باتجاه القوات الأمريكية طبعا وباتجاه شرق نهر الفرات. وستلاحظ هنا من خلال اللقطات الأمور واضحة طبعا مؤخرا مما نشر، هذه منصة صواريخ كما هو واضح ومتجهة إلى شرق نهر الفرات كما تحدثنا، وهذه منصة أخرى، وطبعا اللقطات تستمر لهذه المعلومات التي انفردوا بها بكل تأكيد. وهذا كله يؤكد التفاصيل التي رأيناها من قبل الواشنطن بوست التي أكدت في الأول من يونيو بأن إيران تخطط لمواجهة ومهاجمة القوات الأمريكية الموجودة في سوريا من أجل إخراجها من سوريا بمشاركة روسيا. المونيتر أيضا أكد التفاصيل الأكبر في 14 من يوليو أي من هذا الشهر في معلومات مضافة عما تخطط له روسيا وتخطط له إيران. وروسيا رأيناها تحتك كثيرا بالجيش الأمريكي بالطائرات الأمريكية الخاصة طبعا بالتحالف الدولي عندما تقوم في استهدافات لقيادات تنظيم داعش الإرهابي، هم يحتكون بهم بشكل خطير وبطائرات الـ MQ-9 ريبر الأمريكية المسيرة التي حققت نجاحات مؤخرا في عملية اغتيال قادة تنظيم داعش الإرهابي طبعا في سوريا. ومن جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية نلاحظ بأنهم أيضا حشدوا في الأسبوعين الماضيين بشكل مكثف، هم أعلنوا عن نشر طائرات F-16 أيضا في سوريا، وأيضا طائرات F-35 الشبح أيضا باتجاه سوريا. طبعا نتحدث عن اتجاه سوريا وهي ليست في سوريا، لا أحد يعرف أين هي متمركزة، ولكنها انتشرت في الشرق الأوسط تركز على مثل هذه الهجمات، وأيضا تركز على ردع الإيرانيين وردع أيضا الروس من القيام بأي هجمات مستقبلية، بأننا نمتلك طائرات مهمة للغاية الآن حاضرة لهذه المواجهة. أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه للفرقة الجبلية العاشرة التي تم الإعلان عن نشرها الأسبوع الماضي، الأمريكية التي جاء طبعا 2500 عنصر لينتشروا في العراق ولينتشروا في سوريا، أساس عملهم هو تنظيم داعش الإرهابي، لكن نوعية هذه القوة هي تعرف كيف تتعامل مع هذا النوع من الفصائل المسلحة، لديها خبرة كبيرة في العراق في سوريا أكثر من 20 انتشارا طبعا لديها في المنطقة على مستوى العراق وعلى مستوى أفغانستان، ولديها خبرة عالية جدا في الجبال أيضا، لذلك يطلقون عليها الفرقة الجبلية العاشرة 10th Mountain Division، ليست بالقوة العادية أبدا. هنالك أيضا تحشيدات باتجاه إيران في مضيق هرمز تحديدا في الخليج العربي، فشهدنا USS توماس هادنر قاموا أيضا بنشرها مع هذه الإعلانات لهذه الطائرات وتحديدا طائرة F-35. الآن جاءت الإعلانات لإرسال والإعلان الأمريكي المباشر من البنتاغون من وزارة الدفاع الأمريكية في نشر سفينتين حربيتين أمريكية، وهي كما ترون هنا USS كارتر هول وأيضا USS بتان، وهم لم ينشروها فقط في الخليج العربي باتجاه إيران كما تم الإعلان بشكل مباشر عن هذه المسألة من وزارة الدفاع الأمريكية، لا أبدا، بل إنهم أيضا نشروا المشات وكان على متنها عدد كبير من قوات المشات البحرية الأمريكية الذين يأتون كتعزيز
لهذه المنطقة للحصول على مرونة أكبر، كما تحدث قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا، هو الذي تحدث عن هذه المسألة طبعا بشكل واضح. وأيضا في نفس الوقت بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هو الذي أعطى هذه الأوامر بشكل مباشر لإرسال هذه القوات. والتلغراف البريطانية طبعا بعدما شاهدت كل ما شاهدته وضعت تحليلا بهذا الشكل الذي ترونه، وقالت بأن المشاة البحرية الأمريكية والبحرية الأمريكية تجهز لحرب في الخليج العربي ضد إيران. طبعا الهدف الأساسي للولايات المتحدة والمعلن هو ردع إيران من مسألة مهاجمة واحتجاز السفن الأمريكية أو السفن التجارية الموجودة في تلك المنطقة، وأن تكون حرية ومرونة أكبر في عملية التجارة العالمية طبعا في تلك المنطقة المهمة والاستراتيجية للغاية على مستوى العالم. لكن التلغراف تجد التحشيدات لا تأتي من فراغ، هنالك ضغط كبير، وهذا الضغط الكبير هو يأتي في ظل أن الدبلوماسية مع إيران متوقفة على مستوى العودة للاتفاقية النووية. حتى اللغة الأمريكية فيها ضغط عالي للغاية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على سبيل المثال لاحظ ما الذي قاله اليوم: الدبلوماسية هي الأفضل لحل الأزمة مع إيران، لكن ذلك لا يعني أن الخيارات الأخرى غير موجودة. وأيضا هو ذكر بأن إسرائيل لديها حرية التصرف، مستقلة في تصرفاتها، وقد تتصرف طبعا كما يعتقد البعض في ظل هذه التصريحات ضد إيران بشكل مباشر. بالتالي نوع من الحرية لإسرائيل في الكلام عندما يأتي بهذه الطريقة وبهذا الشكل. أيضا في نفس الوقت بأن الاتحاد الأوروبي أكد مؤخرا عن فرض عقوبات ونوع من الضغط الكبير على الإيرانيين في مسألة ارتباطهم في الحرب الروسية الأوكرانية وإرسالهم للطائرات المسيرة لروسيا لكي تستخدمها على داخل الأوكراني. وأساسا بحسب تقارير وزارة الدفاع الأوكرانية على سبيل المثال ليوم أمس، تلاحظ أن طائرات شاهد 136 الإيرانية المفخخة موجودة من ضمن تقريرهم 22 يوليو. أيضا في 20 يوليو تلاحظ أن وزارة الدفاع الأوكرانية قالت إنها أسقطت 13 طائرة من طائرات شاهد 136، وهذه الطائرات هي تحقق هجمات كبيرة للغاية على أوديسا، المنطقة أو المدينة الساحلية المهمة للغاية. وطبعا بالنسبة للروس الآن هم يهاجمون أوديسا بشكل مكثف بسبب أن الأوكرانيين قاموا بهجوم طبعا بهذا الاتجاه على جسر كيرش أو جسر القرم الاستراتيجي، دمروه طبعا عن طريق زورق أو زوارق مفخخة جاءت من تحت الجسر وفجرته، وهذا ما دفع الروس أن يقوموا بهجمات صاروخية مكثفة على أوديسا، وكذلك باستخدام أيضا الطائرات المسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة التي أيضا استهدفت مخازن الحبوب الموجودة في أوديسا. وقالوا أساسا بالنسبة لهم لن يسمحوا وسيعتبرون أي سفينة ممكن أن تأتي من أجل الحبوب الموجودة في أوديسا سيستهدفونهم الروس، تتفقون معي أيها الأوكرانيون وتخضعون لشروطي أو سأضرب كل شيء كما أريد. بالتالي الطائرات المسيرة بدأت تضرب مخازن الحبوب في ظل عدم تجديد من قبل الجانب الروسي لاتفاقية الحبوب. وكانت هنالك إحدى الصور التي نشرت اليوم لإحدى أجنحة الطائرات المسيرة الخاصة بإيران، وهي طائرة شاهد 136 كما تلاحظون. هذه اللقطة جاءت لإحدى أجنحة الطائرات التي أسقطتها طبعا الدفاعات الأوكرانية التي كانت تهاجم أوديسا. هذه لقطة أخرى طبعا كما تلاحظون لجناح الطائرة، وتلاحظ من جناح الطائرة تلاحظ بأن كل شيء متطابق طبعا بالنسبة لهذه الطائرة بهذا الشكل، متطابقة تماما مع ما رأيناه، ولكنها من جهة أخرى طبعا كما تلاحظ الأمور واضحة طبعا للجناح، الشكل التصميم والديزاين لا خلاف عليه أبدا. وهذه هي التي تفرض الكثير من الضغوط على إيران، ليس هذا فحسب، بل أن أيضا وجدوا بأن واحدة من القطع الخاصة بهذه الطائرات المسيرة الأسبوع الماضي أيضا من التي هاجمت أوديسا، لاحظوا بأن واحدة من القطع المرتبطة بهذه الطائرات المسيرة بأنها مصنوعة في أيرلندا، رغم كل العقوبات التي فرضت من الغرب من الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات المرتبطة في إرسال القطع لصناعة وتشكيل وتكوين طبعا هذه الطائرات المسيرة في داخل إيران، إلا أن لا زالت هذه القطع تتدفق من أوروبا باتجاه إيران، وبالتالي هم بحاجة للمزيد من العقوبات على إيران طبعا بشكل مكثف لإنهاء هذه الأمور والتفاصيل والمساعدات التي تقوم بها إيران لروسيا. وبالتالي قد يكون للصراع الروسي الأوكراني تفسيرا لما يجري، وللتصعيد الإيراني
جولة قادمة ننتظرها بكل تأكيد.